السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاك عمر الطاهر من سبيجلي. دي الحلقة رقم 3 من كورس البرونانسيشن أو كورس النطق الأمريكان. دي سلسلة بتعلم فيها النطق الأمريكان، وده هيفيدني جدا لو أنا عايز أتكلم إنجليش واللي قدامي يفهمني. ببساطة ده هيفيدني في الموضوع ده جدا. وتاني حاجة، عشان لما حد بسمعه بيتكلم إنجليش، لو أنا مش عارف القواعد أو النطق بتاعتهم هيقولها بشكل مختلف، حتى لو أنا عارف الكلمة دي بس أنا مش هقدر أفهمها. النهاردة إن شاء الله هنتعلم نطق الدي آر. الفيديو كالعادة هيبقى متقسم 4 أجزاء. الجزء الأول هنسمع فيه النطق الغلط، الجزء الثاني هنسمع فيه النطق الصح بتاعنا نقدر نفرق ما بينهم، الجزء الثالث هقول لكم القاعدة ازاي اقدر انطقها وبنطقها امتى، ورابع حاجة هيبقى معانا الأمثلة. هنبدأ بقى نشوف الأمثلة على أرض الواقع دي بنسمعها ازاي. أول حاجة معانا النطق الغلط: drink drink drink، dream dream dream، drama drama drama. ده كده النوت الغلط. تعالوا بقى نسمع النوت الصح: drink 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 drink، dream 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 dream، drama drama drama. بالقاعدة هنا باختصار لما تلاقي الدي والار موجودين جنب بعض هتحط ما بينهم جا 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 او جي كده، يعني هتضيف بس الحرف ده او الساوند اللي هو بتاع جا. فانت هنا مش هنقول drink، هقول drink ج ج ج هزود ج بس. drink 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 drink، dream 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 dream، drama 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 drama. تعالوا بقى نشوف كده بعض الامثله في الموضوع ده. اول حاجه معانا طبعا هي drink drink drink، children 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 children، drop 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 drop، address address address. طبعا هي هنا الاثنين صح، ممكن اقول address وممكن اقول address، drama drama drama، hundred hundred hundred، laundry laundry laundry. خلوا بالكم هنا انا يعني ما قلتش drink، انا قلت drink، زودت الجا جا جا بس. drink قلتش dream، قلت dream، ما قلتش children قلت children، drin 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 قلت children، ما قلتش drop قلت drop drop، ما قلتش address قلت address address address، ما قلتش drama قلت drama drama، ما قلتش hundred قلت hundred 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 hundred، ما قلتش laundry قلت laundry laundry laundry. تعالوا بقى ناخد أمثلة على بعض الجمل. she told them the truth about the drugs، she told them she told him the truth about the drugs، I told him 100 times not to drink and drive، I told him 100 times not to drink and drive. I told him 100 times not to drink and drive. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقوها على القناة. ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي في الكومنتس وهجاوب عليك. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم، باي باي.